أهلا بكل محبي قناة محتوى إبداع. اليوم سنتحدث عن جزيرة سوقطرة. جزيرة سوقطرة هي إحدى أجمل جزر العالم، وهي الجزيرة المقدسة، كذلك هي جزيرة السعادة ولؤلؤة اليمن وجزيرة الأحلام، وهي الجزيرة المخفية من ضمن عجائب الدنيا السبعة الطبيعية. سياح يأتون ولا عجبا، فسوقطرة جزيرة يمنية بعيدة عن البر. أرخبيل يمني مكون من 6 جزر على المحيط الهندي قرب خليج عدن، ومن أهم هذه الجزر وأجملها هي جزيرة سوقطرة. تعد من أكبر الجزر العربية، ويبلغ طولها حوالي 125 كيلومتر وعرضها 42 كيلومتر. ترجع أهميتها إلى بداية العصر الحجري وازدهار تجارة السلع المقدسة. اشتهرت بإنتاج أحد أصناف البخور وأيضا اللبان. سميت عند قدماء اليونان والرومان بجزيرة السعادة. في الجزيرة مستوى فريد وغير مألوف من التنوع الحيوي، فهي موقع استثنائي من حيث التنوع الكبير في النباتات وأيضا الزواحف. تم تصنيف هذه الجزيرة كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2008. صنفتها صحيفة نيويورك تايمز كأجمل جزيرة بالعالم لعام 2010 نظرا لأهميتها البيئية. وفي أكتوبر من عام 2013 أصبحت محافظة أرخبيل سوقطرة محافظة مستقلة عن حضرموت. يقول أحمد وقاص الذي زار سوقطرة ضمن رحلة سياحية انطلقت من عدن: تشعر أنها خارج العالم، كل شيء فيها مختلف، وعندما تشاهدها من أعلى كأنك في سينما، إنها أشبه بالخيال. وتتألف محافظة سوقطرة من أرخبيل يضم 6 جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج عدن على بعد 83 كيلومتر جنوبي شبه جزيرة العرب. وتأوي سوقطرة كبرى جزر الأرخبيل أنواعا عديدة من الحيوانات والأشجار النادرة والمهددة بالانقراض. وتتميز بأشجارها الفريدة المستخدمة في مجال الطب، وأشهرها شجرة دم الأخوين رمز الجزيرة التي لا توجد في أي بقعة بالعالم. ويبدو أن للطبيعة الساحرة والعجيبة انعكاسا واضحا على الثقافة الشعبية لأهل هذه الجزيرة، والتي تمتلئ بالحكايات الأسطورية الراسخة في المعتقدات السوقطرية. وأن ما نسمعه عن هذه الجزيرة هو أسطوري للغاية، وأن من قصص هذه الجزيرة أن هناك جنية البحر التي تفتن البحارة وتغرق السفن قبالة سواحل الجزيرة. وتقول الأمم المتحدة أن أفضل الأوقات لزيارة سوقطرة والاستجمام في شواطئها ومياهها الصافية والتوغل في حدائقها الخلابة تبدأ من منتصف شهري ديسمبر وحتى شهري مارس. انتعشت السياحة مؤخرا في أرخبيل سوقطرة بشكل لافت للانتباه، إذ لعبت مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الأذرع الإنسانية لدولة الإمارات دورا كبيرا لإنعاش الجزيرة النائية التي عانت عقودا من الإهمال. وسجل في الجزيرة حوالي 850 نوعا من النباتات، وتأوي الجزيرة أنواعا هامة من العصافير على المستوى العالمي، ومن بينها أنواع مهددة بالانقراض. ويوجد في جزيرة سوقطرة 52 كهفا ومغارة. تعتبر مغارة ديجب من المغارات الأكبر حجما في الجزيرة، حيث تتسع لعدد من الأسر، كما يمكن للسيارة نقل الزوار والوصول إلى جوف المغارة دون عناء. وتستخدم الكهوف في أوقات الأعاصير الموسمية، حيث ينزح إليها سكان الجزيرة مع مواشيهم من بقر وأغنام في فترات سقوط الأمطار. يوجد في جزيرة سوقطرة 3 فنادق فقط، وهذا يدل على أن الحكومة لا تستثمرها ولا يوجد مستثمرون يمنيون فيها.
أما عن وسائل النقل العام تقتصر على عدد قليل من الحافلات الصغيرة أو استئجار سيارة دفع رباعي مع سائق. كهف هوك. يوجد هذا الكهف في الجهة الشرقية من جزيرة سقطرى بمنطقة حالت، ويبلغ طوله حوالي 3000 متر، ويعتبر من أبرز المعالم في جزيرة سقطرى. Thank you.